يستمر المواطنون والمقيمون المؤهلون لأخذ مختلف جرعات التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في التوجه إلى المراكز المعتمدة وذلك في إطار الحملة الوطنية للتطعيم هذا وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا قد تجاوز المليون ومئة وأربعة آلاف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية نحو مليون و وثمانين ألفا كما تلقى الجرعة الم...